إذا مشاهدينا دعونا أن نرحب داخل الاستوديو جديد بمهندس وعازف الكمان الغير تقليدي مارسيلو. صباح الخير، صباح النور، كيفك؟ كله تمام الحمد لله. صباح الخير يا مارسيليو. يمكن الكمان دخل في عدة مراحل حتى وصل إلى هذه يمكن المرحلة، يعني من التطور طبعا أنا أقصد، وأنت قمت بإضافة شيء آخر جديد نتحدث عنه في الوقت القادم. دعنا الآن نتحدث عن بداياتك. أنت بديت لما كان عندك 11 سنة تقريبا، 11 سنة تقريبا، وفي عام 2004 بالضبط. كيف كانت البداية؟ لماذا اخترت الكمان بالتحديد اللي يعني عجبك أو شدك فيها والكثير من التفاصيل؟ بص، هي البداية فعلا كانت غريبة شوية. أنا بدأت في المدرسة عادي، الأنشطة الطبيعية، المدرسة هي اللي جت عرضت عليا. أنا ما كنتش في دماغي خالص إن أنا بعزف كمان. فهي قالت لي أنا عايزك تيجي تشترك معانا وفي الفريق وتبقى عازف كمان، وأنا رفضت أصلا في الأول. بعد كده لقيت بقى الطلبة المشاركين في النشاط ليهم امتيازات كتير، يعني يقدر يمشي من أي حاجة، يعني بحجة دايما إنه مشارك في النشاط يعني. أها، فيزوغ من الدروس. بالظبط، اللي عجبك. فأنا رجعت لها وقلت لها بعدها مثلا بشهر، قلت لها خلاص أنا حابب أشارك معاكم بس هتعلم بيانو. فقالت لي لا، البيانو بايظ، هي كمان مهم يعني. خلاص تمام، دخلت معاهم في الكمانجا وبدات معاها في المدرسه اللي علمتني يعني ومسكتني كمان من خالص. قد ايه حلو فعلا. طب حابين نعرف عن دعم الاهل لك، قد ايه فعلا دعموك لحتى انت تطور من موهبتك؟ بالزبط. وكيف انت وصلت لهون؟ بالظبط، انا فعلا لو ما كانش في دعم من الاسره انا فعلا ما كنتش، يعني الموضوع كان بالنسبه لي هيبقى 3 سنين انا في المدرسه وخلاص انا هنتهي على كده. برضو من غير مطلب، بابايا في مره عارف ان انا بقى بعزف وكده فجابها لي هديه، وبقى في عندي كمانجه في البيت. دي اول كمانجه كانت تتملكها؟ اول كمانجه جالي كان بعد ما بعزفت ب3 سنين، يعني جات لي تقريبا في 2007. 2007 بالظبط. فطبعا جابوها لي في البيت متوقعين بقى ان انا العازف الكبير المشهور هعزف يمانه. يعني ما انت 3 سنين بالظبط، من 2004 ل 2007 بجد بروفيشنال. 3 سنين ما بعزفش غير السلام الوطني و10 ثواني من انت عمري يعني، يعني ومش طالعه برضه. ما عزفت مقطوعات موسيقيه كبيره. بالظبط. فطبعا الوالد هو كان بدايه من دعم الاكثر. بالزبط يعني بالظبط بالظبط. ودايما كان يعني والدتي طبعا بتقول لي لا، ركز في مذاكرتك ودراستك وكاريرك، يعني كنت متفوق شويه في الدراسه يعني، فهي فاكره ان دي هتكون وسيله الهاء او ان انا مش هبقى اركز في مستقبلي كويس بسببها يعني. طبعا هو كان شايف لا، دي موهبه جميله ودايما بيدعمني بيها وجاب لي الكمانجا، وقبل اي حفله يجي معايا ويصور، يعني كان دعم جامد يعني. صح. دلوقتي انت صرت بروفيشنال. بالظبط. صحيح. طيب، وبما ان تحدثت طبعا عن دراستك، نحب نعرف انت كيف وفقت ما بين الدراسه وما بين العزف على الكمانجا، لكن بعد ان نسمع شيء شنو حابب تسمعنا؟ اوكي، ممكن نعمل ديسباسيتو. نعمل ديسباسيتو. اوكي. ديسباسيتو. حلوة حلوة. يعني عن العزف فعليا، انت كنت موجود في حفلة هبة الطواجي لما كانت في مصر، كلمنا عن تجربتك في هاي الحفلة. انا كنت بعزف الاوبننج اكت قبل هبة الطواجي ما تطلع على الحفلة. بصراحة كان شرف كبير جدا ليا، يعني كانت حفلة ضخمة جدا وتقريبا عدد الاودينس يعني تقريبا 10,000 او حاجة. كان معايا عازف بيانو ساعتها بيلعب معايا آلة مصاحبة يعني.
انا في الطبيعي مش بلعب سولو خالص، بيبقى معايا بلعب مع دي جي او بيبقى في بيت بلعب عليه او التراك، يعني كان في فرقه ورايا وانا بلعب او الاغنيه كامله بس من غير صوت المغني، نعم وانا بلعب اللحن الاساسي بتاع الاغنيه. فطبعا طلعت في الحفله عزفت تقريبا نص ساعه او ساعه الا ربع، وكانت تجربه كانت حلوة حلوه جدا. كتير. اه جدا جدا. طيب مارسيليو، يعني الكمانجة معروفة من ساعة ما كانت هي رباب عربي تعزف الموسيقى الكلاسيك، لكن أنت تمام. عزفت الآن إيقاعي. ديسباسيتو. اوكي. هذه بص، النظرة تغيرت؟ هي يعني مش صح ان احنا نصنف اي آلة او نخليها ان هي آلة حزينة او بتلعب الاغاني الكلاسيكس نعم. او المقطوعات القديمة، لا، يعني هي موسيقى، انت ممكن تعمل اي حاجة، ممكن تخلي اللي قدامك يرقص عليها يفرح، ممكن تخلي برضو بس في شيء ينفع على هذه الآلة وفي شيء ما ينفعش، ولا أنت يعني واضح من يعني حتى يعني بقى لي مثلا 4 أو 5 سنين شغال، كل اللي بعمله حاجات رقص وحاجات اللي فيها دانس إيقاع يعني. أكتر اه، كمان؟ والناس حبت الموضوع وبقينا بنطلب كتير يعني، يعني كبروفيشنال وايز او يعني كان من ناحية الشغل، انا بقى لي مثلا 4 سنين ما عملتش حاجة حزينة تقريبا، انت فاهم، كل والناس دايما بيطلبوا يعني، يعني درجة الموضوع خلاني افكر ان انا اشفت الكارير بتاعي من كمهندس ابقى عازف كمان. ف يعني واضح ان هي يعني طيب ممكن تخش الموضوع هنا بالذات. نسمع يعني كمان؟ بس انا حابه اوكي، اسال سؤال هيك مفيش بسيط مشكلة، واجابته تكون سريعه قبل ما نسمع منك مفيش شيء. مشكلة، انت مهندس فعليا، دي حقيقة. وكيف عرفت تعمل توازن ما بين الهندسه وما بين اوكي، العزف؟ انت هنرجع سؤال. كانت مشكلة كبيرة بصراحة، يعني انا كمان لما دخلت رجعت الكلية كانت الفترة دي كنت بدأت أعزف مع فرق، ودخلت مع أوركسترا وزارة الشباب وغير منتخب الجامعة وفرق، يعني نعم. كانت فترة فعلا كانت دي مرحلة تحول بالنسبة لي من عازف هاوي بيعزف في مسابقات بسيطة في الكلية أو في أيام المدرسة، لأني أكون بتعرض مع عازفين محترفين ومايستروز كبار من الأوركسترا. طب قبل ما ننهي الفقرة معك حابب نسمع منك شيء هيك سريع. ما فيش مشكلة، ممكن نعمل حاجة قديمة برضه أنت يلا تحبها. ماشي، بس سريعا مرسيلو، طبعا معلش. إذن عازف كمان بدرجتي مهندس العازف المصري محمد مارسيليو، احنا نشكر تواجدك معنا في هذا الصباح وامتعتنا. شكرا لك. شكرا كثير لك، نورتنا. مرسي.